رجعنا لحضراتكم من جديد وما زالت فقراتنا في صباح الخير يا مصر مستمرة، وهنروح معاكم دلوقتي لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلبة على مستوى الجامعات المصرية، واللي هيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال الأيام القليلة القادمة. إزاي استعدت وزارة التعليم العالي لهذا الماراثون من الانتخابات؟ هل في أي شروط جديدة طرأت السنة دي بخصوص الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية؟ أسئلة كتير هنجاوب عليها دلوقتي مع ضيفنا الموجود معانا على التليفون دكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جوانا، صباح الخير استاذ مصطفى. اهلا وسهلا دكتور. اهلا يا فندم. طيب في البدايه حابين نعرف من حضرتك استعدادات وزاره التعليم العالي لماراثون انتخابات الاتحادات الطلابيه. كل سنه وحضرتك طيبين وشباب مصر طيب. حضرتك طيب. وان شاء الله ماراثون خفيف على الكل ويؤدي ثماره اللي احنا بنستناها من السنه للسنه الحقيقه، بخلق قيادات طلابيه واعده تستعد لاستلام الرايه لدخول الجمهوريه الجديده ان شاء الله. الاستعدادات احنا بدانا شكلنا لجان عليا، في لجنه عليا اتشكلت على مستوى الوزاره للاشراف والمتابعه على مستوى الجمهوريه. وبالتالي في لجنه تم تشكيلها داخل كل كليه وكل جامعه يا فندم، بحيث ان يتم التنسيق والتواصل ما بين تلك اللجان لاعداد التقارير ومتابعه كل المشكلات وعرضها اول باول لحلها. الحمد لله كل ده تم انجازه، وتم تصميم نماذج احصائيه تم ارسالها لكل الجامعات، بيتم تلقي المعلومات فيها فتقارير يوميه ويقعد تقرير يومي على معالي الوزير. صحيح. طيب دكتور، يعني وحضرتك خبره طويله جدا في اعداد الكوادر الشبابيه يمكن على مدار سنوات طويله، احنا عارفين هذا الامر، ازاي بنخلق طالب قيادي لما بيخش اتحاد الطلبه؟ بنعمل ايه فيه؟ وربما لما شفنا او بنشوف نماذج ناجحه بنشوف دايما في السي في بتاعه ان هو كان رئيس اتحاد طلبه كليه مش عارف ايه، كان رئيس، يعني على 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 طول السنين اللي حضرتك اشتغلت فيها وانا ربما شاهد على هذا الامر. بنعمل ايه او بنخلق ازاي طالب قيادي؟ والله انا ما حبيتش ان انا افكرك بنفسي، يعني انت اللي قلتها. انا فاكر كويس. انا سعيد جدا ان انا بشوف، يعني انت مثال واضح وقدوه. انت النشاط الطلابي يعني من كليه الاداب عين شمس، والنشاط اللي احنا كنا بنعمله، انت فاكر كويس. الله اكبر عليك يا دكتور سعيد. طبعا مصطفى، طبعا يا حبيبي، وما انساش القيادات اللي كانت معانا والدكتوره شادي قناوي وخلافه. ف يعني انت كنت واجهه مشرفه، انت النهارده واجهه مشرفه ايضا ومثال ونموذج يحتذى به من الشباب. ده مثال واضح للنشاط الطلابي. الحقيقه التطور اللي حصل في النشاط الطلابي دلوقتي يا استاذ مصطفى، انه ما اصبحش النشاط الطلابي او الانشطه الطلابيه على العموم قضاء وقت فراغ، ولكن بتوجيهات فخامه الرئيس والمؤسسات ومعالي الوزير ده اصبح كيان جديد لبناء الشخصيه. صحيح. فهتلاقي حضرتك السبع لجان اللي احنا فطرنا عليها اللي خاصه بلجان الاتحادات حصل فيها تطور. فدلوقتي احنا طلعنا في خلال مبادره حياه كريمه و100 مليون صحه، فشباب الجامعه النهارده طلع خارج اسوار الجامعه لخدمه المجتمع والبيئه. فبيبدا يشترك في كل تلك المشاريع وبننمي روح التطوع ما بين الشباب لخدمه الوطن. اما بنتكلم النهارده رياده الاعمال، دي دخلناها مجال جديد. الابتكار ورعايه الموهوبين ده مجال جديد دخل حضرتك برعايه اكاديميه بحث العلم وكل الجهات. فالحقيقه في مجالات حصل طفره في الانشطه الطلابيه. بالاضافه الى الملتقيات القمميه اللي بتجمع الشباب الجامعات، ما اصبحش على ما تفتكر حضرتك كان في شباب جامعات اسبوع شباب الجامعات. النهارده عندي اسبوع شباب جامعات الصعيد، انا لسه راجع من جنوب الوادي، كان في ملتقى في جامعات من الفيوم لاسوان على ارض هنا. في جامعات بتتم قطاع الدلتا، قطاع القناه والعريش، فده بيحصل تقارب ما بينه، ما يعني على حسب نوعيه الطبوغرافيه والديموغرافيه، فبيبقى سهل قوي يتم التفاعل معاها. الاهم من ده ومن ده طبعا ظهرت انشطه جديده حضرتك اللي احنا بنسميها المحافظات الحدوديه، فده الحقيقه بتلقى اهتمام جامد قوي من الانشطه الطلابيه. نرجع مرجعنا بقى حضرتك، احنا بنعمل ايه في الطلبه اللي بيخشوا الاتحادات؟ احنا بنحاول نرفع درجه الوعي عنده بحيث ان هو يبقى قادر على تفهم الاوضاع، اذا كان هناك مكائد ياخد حذره منه،
طبعا حضرتك والاستاذ جوانا ابدع مني من السوشيال ميديا ودور الاعلام والقوى الناعمه، بيتم تنميه الوعي وتعميق الانتماء لدى الشباب، وبالتالي احنا بنقربه من مصلحه الوطن. ففي نماذج محاكاه لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، في نماذج محاكاه، في تواصل دائم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع الوزارات المختلفه. القرار اللي اتاخد اخيرا ما بين الساده الوزراء ومجلس الوزراء بالتشبيك ما بين الوزارات، فما عادش في وزاره بتعمل لوحدها في مجال الشباب، فهتلاقي في مجال تشبيك ما بين الشباب والرياضه والتعليم العالي والتربيه والتعليم والاوقاف والثقافه وهكذا. فهو ده يمكن اللي احنا بنعمله. نرجع في الملخص العام، هي قضيه الوعي والكلام اللي احنا بنقوله. استاذ مصطفى اذا سمحت لي، استاذ جمانة اتفضل. طبعا الوعي هو درجه ادراك، فليس المحاضره او الندوه او ده وعي، ده توعيه او نشر معلومه. اما الوعي فهو الادراك وقياس الاثر الباقي في وجدان من تلقى هذه الندوه او هذه المحاضره. طبعا من التفاعل والتواجد على ارض الواقع يا دكتور. طب يعني حضرتك ذكرت في كلامك انه كان في جانب كمان ضمن الانشطه الطلابيه متعلق بالابتكار ورعايه الموهوبين، ده بيتم ازاي يا فندم؟ ايه اليات تطبيقه؟ النهارده حضرتك في هناك مركز تم انشاؤه داخل كل كليه كل جامعه خاصه برعايه الموهوبين والابتكار. المراكز دي حضرتك على راسها قيادات واعيه، وبالتالي بتتواصل مع اكاديميه البحث العلمي والرعاه، وبيتم تحكيم الابحاث المقدمه من الطلاب سواء ابحاث تخرج او مشاريع تخرج او ابحاث ابتكاريه، وبتخش على اكاديميه البحث العلمي وبيتم دعمها من صندوق رعايه المبتكرين من اكاديميه البحث العلمي ووزاره التعليم العالي. طبعا الكلام ده يعني عايز اقول لحضرتك، في من 18 19 قبل الكورونا كان هناك مسابقه للابتكار والاختراع لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه، والحقيقه كانت مهمه جدا، وكان في تشبيك مع الانتاج الحربي لتصنيع تلك الابتكارات اذا ثبتت جودتها. فده اللي يمكن بيحصل النهارده على ارض الواقع، في رعايه للموهوبين في كل المجالات حضرتك، سواء المجالات العلميه، الروبوتس، الاي تي، الذكاء الاصطناعي طبعا حضرتك ادرى مني بمدى انتشاره دلوقتي، وايضا الابحاث التقليديه يعني تطوير حفظ الطعام او الريسايكلينج، واحنا لسه طالعين من كوب 27، فكل الابحاث دي بيتم رعايتها من المراكز داخل الكليات ويتم تصعيد الابحاث الفايده فيها. دكتور حضرتك ربما قلت لي من شويه ان يعني التطور اللي حصل ان احنا خدنا هؤلاء الكوادر خارج اسوار الجامعه، وان هم اصبحوا بيشاركوا في مشروعات زي حياه كريمه وخلافه، ممكن نلقي الضوء اكتر يعني كيف نعد كوادر تستطيع ان هي تشوف حجم الانجاز على الارض، تستطيع ان هي تشوف العاصمه الاداريه، تستطيع ان هي تشوف كيف تعمل الطرق وكيف تبنى الكباري، هل بنعمل ده وبنعمله ازاي يعني عشان مفهوم الانتماء يبقى ربما يعني واضح على ارض الواقع؟ الحقيقه ده تم تنفيذه بالفعل يا استاذ مصطفى. انا عندي يمكن عده برامج، البرنامج الاولاني هو كنا مركزين من 4 5 شهور على زياره ما تم افتتاحه في الصعيد بزياره فخامه الرئيس، وده تم فعلا. الشباب يعني عايز اقول لحضرتك عشان تحكم على التجربه دي لازم تكون موجود فيها وتحس التغير في الوجدان. يعني لما بننزل بني سويف ولا بننزل اسوان ولا بننزل الاقصر ولا بننزل هنا، بتشوف الفرحه على وجوه الشباب. ده الحقيقه كانت اول مرحله. احنا لغايه النهارده في عندنا مشروع كل يوم جديد، فبنزور المنشات العملاقه، العاصمه الاداريه طبعا كل يوم فيها، ويكفي فخر ان انا اقول لحضرتك في شهر 12 21 في زياره فخامه الرئيس لجامعه كفر الشيخ ولقائه مع الشباب هناك، وادى تكليفات ان القوى الناعمه والفنون في داخل الجامعات كرامه وموسيقى وفنون تشكيليه يبقى في هناك قاعه مخصصه ليها في مجمع الفنون في العاصمه الاداريه. فاللي انا عايز اقول لحضرتك المسابقات اللي بتتم، كان في ملتقى فني على مستوى الجامعات المصريه كلها، ابداع ما بعده ابداع من فرق الكورال. فاللي انا عايز اقول لحضرتك في مش بس زيارات الكباري لا، ده لازم يحس بيها. يعني لازم تشرح له حضرتك ان لولا الكوبري ده كنت هتقعد في المسافه دي ساعتين. فالكوبري اللي انت
بتقول ان هو ما عملكش حاجه، لا ده وفر مبالغ لا تتخيلها. ده عنصر جاذب للمستثمر، ما المستثمر النهارده لما بيجي ولاقي الانفراستراكشر موجود يا استاذ مصطفى، صحيح ده بتشجعه انه يبني مشروع، صحيح ويحس بالامان وهو على ارض ده مصر. ده بكل تاكيد يا فندم. وفكر كمان تاهيل الطلاب للعمل المجتمعي والتفاعلي والتشاركي وايضا العمل القيادي، يعني دي نقطه مهمه جدا يا فندم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للانشطه الطلابيه.